بيشرفنا الآن زميل العزيز محمد الديك. مساء الخير يا محمد، ألف مبروك. تحية لحضرتك كابتن ولحضرتك الكباتن الموجودين في الاستوديو، ألف مبروك. فوز مستحق النهاردة. يمكن الصحافة اتكلمت على ثلاث حاجات: نيران صديقة وهدف قاتل وتألق يوم عاشور. نبدأ كابتن من الصحافة الإماراتية. صحيفة البيان بتتكلم أن النادي الأهلي النهاردة كان الأكثر استحواذاً على المباراة والأكثر تألقاً في المباراة وتكتيك دفاعي مميز من سيراميكا، إلى أن خبرات النادي الأهلي نجحت في خطف الفوز في الوقت القاتل بلفظ كده بيتكلموا في الدقيقة المفضلة للنادي الأهلي بلس 90، ودي من الحاجات برضو اللي اتكلم عليها موقع الاتحاد الإماراتي. صحيفة الاتحاد الإماراتية قالت أن النهاردة النادي الأهلي خطف الفوز في الوقت القاتل بهدف من نيران الصديقة بفضل تألق أو استمرارية إمام عاشور وحفاظه على تألقه طوال المباراة، وقال أنه هو كلل مجهوده في التسعين دقيقة بالهدف يعني اللي جابه واللي اتحسب لمدافع سيراميكا في النهاية. يعني موقع العين الإماراتية برضه بيتكلم على هدف بلس 90 وقال أن دي المفضلة. ومن الحاجات المفارقات العجيبة أن النادي الأهلي سجل ثلاث أهداف في مرمى سيراميكا بعد الدقيقة 90. ننتقل الكابتن بعد كده إلى الصحافة المصرية. الصحافة المصرية بتكلم أن نسر النادي الأهلي يحلق في سماء آسيا استمرارا طبعا لتألق النادي الأهلي في قارة آسيا بعد السعودية والحصول على الميدالية البرونزية. بيستكمل النهاردة مشواره وإن شاء الله يوم الخميس ليحتفل باللقب جديد إن شاء الله في الإمارات. برضو بيتكلم على فكرة النادي الأهلي النهاردة هدف لإمام عاشور اللاعب اللي كان مميز النهاردة في خط وسط النادي الأهلي واللي انتقل شوية ناحية الجناح بعد التغييرات اللي عملها مستر كولر في المباراة. برضو بنتكلم على فكرة الضربة القاضية. بعض الزملاء الصحفيين بيتكلموا أن النهاردة النادي الأهلي خطف الفوز بضربة قاضية على غرار هدف محمد مجدي أفشة في مباراة الزمالك في نهائي القرن. برضو من الحاجات اللي الناس بتتكلم فيها كابتن الارقام اللي حصلت النهارده في المباراه، النهارده النادي الاهلي حقق الفوز 55 مع مستر مارسيل كولر. من الحاجات والمفارقات العجيبه رقم 3، النهارده مصطفى شوبير بيشارك المباراه الثالثه قدام سيراميكا، ثلاث مباريات قدام سيراميكا وثلاث مباريات كلهم انتصارات. النهارده مارسيل كولر يحقق الفوز الثالث على ايمن الرمادي. برضو من الحاجات الثانيه المرة الثالثة على التوالي النادي الأهلي يسجل في الدقيقة 90 بعد الدقيقة 90 في مباراة السوبر، كان قدام الزمالك وقدام بيراميدز والنهارده قدام سيراميكا. برضه من الحاجات المميزة إن النادي الأهلي النهارده يحقق انتصاره السادس على سيراميكا في جميع المباريات، الأهلي يسجل الهدف رقم 16 في سيراميكا. من الحاجات برضه المميزة إن المباراة الثالثة على التوالي مارسيل كولر يحقق الفوز في مباراة كأس السوبر، الزمالك ثم بيراميدز ثم سيراميكا، والثلاث مباريات الحمد لله كان اداء النادي الاهلي مميز وخرج بشباك نظيفه. نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه قدام مودرن فيوتشر. وبرده من الحاجات الثالثه المميزه رقم 3 برده ان النهارده الاهلي لاعب المنافس الثالث، ويوم الخميس ان شاء الله هينافس لاعب المنافس الرابع في مسابقه كاس السوبر ان شاء الله باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا ديكو، الف مبروك. العفو يا كابتن، التوفيق ان شاء الله.